بوضوح مع محمد جبار. أرحب بكم بوضوح. أناقش مطلب واشنطن بحل 67 فصيل من الحشد الشعبي. القائمة اللي صدرت كانت بمثابة الصدمة، بمثابة الرعب بالأسماء وبمحتواها. 67 فصيل مسلح ينتمي أو ينضوي تحت الحشد الشعبي العراقي، 60 فصيل مرجعيته السيد الخامنئي و7 فصائل مرجعيتهم السيد السيستاني. لكن هل أصبح الحشد الشعبي اليوم ضحية صراعات دولية إقليمية؟ هل سيدفع ثمن قربة أو اتهام قربة من طهران؟ هل من الممكن للحكومة العراقية أن تتنازل عن الحشد الشعبي الذي ضحى وقاتل وهزم داعش؟ فصائل الحشد الشعبي الولائية، ما هو موقفها؟ ليش هالمرة ماكو موقف موحد؟ هذا المطلب ألا يعتبر خرق وتدخل فاضح وسافر بالسيادة العراقية؟ هاي الأسئلة مشاهدينا وأخرى ناقشها مع ضيوف الكرام، كل من الدكتور عبد الرزاق الشمري الأمين العام لتجمع القوى العراقية للإنقاذ، وأيضا الأستاذ محمد محيي المتحدث باسم كتائب حزب الله. ومن المفترض مشاهدينا أن ينضم معنا لاحقا النائب عامر الفايز عن تحالف الفتح. أرحب بضيوف الكرام، أبدأ من الاستوديوم للدكتور عبد الرزاق الشمري. أرحب بيك، عيد اليوم عندك، أكو 67 فصيل من الحشد الشعبي، واشنطن تطالب بحل، ألا يعتبر ذلك تدخل سافر بشأن عراق؟ الحشد الشعبي عراقي مشرع ضمن قانون ينتمي إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية. شنو اللي يفرحكم أعداء أو معارضي الحشد الشعبي؟ تفضل حتى أكون منصف. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. بداية حقيقة ما اتهمتني به تقول أن هذا هو عيد أو شيء من هذا القبيل. هو مو اتهام، سؤال والله. نعم، سؤال. طيب، أي سؤال، لا مو اتهام. نعم، موضوع يعني الكل يعلم الظروف التي أوجدت الحشد الشعبي، حيث أن هذا الحشد أو هذه المؤسسة أوجدت بفتوى من السيد السيستاني تحت عنوان الجهاد الكفائي بالضبط لمواجهة داعش. والحقيقة كلنا كنا نأمل من هذا الحشد أن تكون مهمته محصورة في هذه المهمة فقط وأن لا يتجاوزها، وكنا نتمنى أن يعالج هذه المشكلة معالجة عراقية بعيدة عن أي جانب طائفي فيها. لكن الذي حصل في هذه المعالجة الكل يشهد به، لست أنا وإنما المجتمع الدولي، المنظمات الدولية. الآن المجتمع الدولي صنف هذه الميليشيات، لا مو ميليشيات هي، لا الحشد الشعبي. نعم، مو ميليشيات دكتور، مو البرلمان شرع له قانون، مو ضمن المؤسسة الأمنية والعسكرية. كيف شرع القانون؟ شرع، اسمح لي، بتصويت بأغلبية مطلقة. يا أخي لماذا لم يشرع البرلمان الحرس الوطني؟ هسه شرع قانون الحشد الشعبي. أخي كيف شرعه؟ القانون الوحيد الذي تم تشريعه في البرلمان بالطريقة الأغلبية هو الحشد الشعبي. يعني ما أرجع وياك بجدلية ما لها داعي. لا لا أخي لا، شرع
تشرع القانون بطريقه غير شرعيه صار لسنوات. لا شرعه بطريقه غير شرعيه، جميع القرارات التي شرعها البرلمان كانت تم تقرب بالتوافق باستثناء الحشد الشعبي، شرع وفرض على العراقيين ايضا بالتوافق بالاغلبيه وليس بالتوافق. دكتور ايضا بالتوافق كانوا سنه ضمن المصوتين، كانوا كرد ضمن المصوتين. اخي السنه كانوا مجمعين على رفض الحشد الشعبي في الوقت الذي كانوا مجمعين على الحرس الوطني، لكنهم ولذلك نقول ان مشاركة السنة في هذه العملية السياسية مشاركة غير مجدية. ليش؟ لأنهم أقلية ولا يمكنهم. ارجع لي على موضوع، راح ارجع وياك بجدلية ما راح اطلع بيها بنتيجة. دعني اكمل. ولذلك نحن قلنا ان مشاركة السنة في العملية السياسية غير مجدية، لأنهم لا يستطيعون ان يقدمون شيئا لا لأنفسهم ولا لمكونهم. بدليل يعني هو هذا اللي يخليني واللي يخلي غيري يقول لك انت اليوم عندك عيد، عند ما واشنطن تطلب بحل 67 فصيل مسلح ضمن الحشد الشعبي. لماذا عيد؟ للجرائم التي ارتكبوها. من الذي ارتكب الجرائم اللي ارتكبها الحشد الشعبي؟ دكتور دعني اكمل. من الذي خطف 4000 من اهل الانبار الان لا يعرف مصيرهم؟ حزب كتائب حزب الله. من الذي خطف 650-670 من أهم أهالي الصقراوية كتائب حزب الله؟ وهكذا بقية الفصائل. بالتالي ضرورة تشوفها مطلب واشنطن بحل 67 فصيل. نحن قلنا ولا زلنا نقول أن أمريكا هي التي أتاحت لهم الفرصة وهي التي سمحت لهم بالتواجد في العراق، فهي التي تحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبوها، والواجب الشرعي والقانوني والأخلاقي يجب على أمريكا أن تحل هذا الحشد للجرائم التي ارتكبوها. طيب أروح لي كتائب حزب الله الأستاذ محمد محيي. أستاذ محمد أرحب بك معنا مرة أخرى. طيب هذا الرأي عراقي مو أمريكي، كيف واشنطن أو لواشنطن أن تتعامل مع الحشد الشعبي وسط كل الاتهامات المتهم بها؟ دكتور عبد الرزاق الشمر عراقي قاعد بالعراق، هذا برأيه، كيف واشنطن يعني؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيد العزيز، تحية لجنابك المشاهدين الكرام ولضيوفك الأعزاء. بدءا ينبغي علينا كعراقيين أن لا نكون صدى للأمريكي ولا لأي جهة أجنبية تريد الأذى للشعب العراقي وتعمل على امتهان كرامته وإعادة احتلاله، وأن نطالب بما يطالبون وأن نكرر ونردد ما يرددون كببغاوات، مع أننا ينبغي أن نكون عراقيون. الحشد الشعبي ليست مجرد مؤسسة أمنية ضمن مؤسسة ضمن المؤسسة الأمنية أو جزء من المؤسسة الأمنية، بقدر ما هي تجربة عاشها أبناء العراق عندما كانوا في محنة أمام داعش، احتلت مدنهم وسبيت نساؤهم ونزحت أعداد كبيرة من أبنائهم ومدنهم وخربت الكثير من هذه المدن، وبالتالي كان على أبناء العراق أن يهبوا متطوعين لكي يضحوا بأنفسهم ويستشهدوا من أجل أن يحفظ العراق. وبالفعل استطعنا نحن كأبناء العراق بجميع صنوفهم. الحشد الشعبي ليس حشدا شيعيا، الحشد الشعبي حشدا عراقيا، فيه السني، فيه الكردي، فيه الأزيدي، فيه المسيحي، من جميع أصناف الشعب العراقي. والحمد لله تجربة الحشد الشعبي استطاعت أن تحفظ وحدة العراق. لماذا لم نسمع مثل هذه الدعوة بداية احتلال العراق؟ لماذا لم يقف هذه الحشد الشعبي؟ دكتور إذا سمحت لي، إذا سمحت لي، مثل ما انطاك مجال، دكتور عبد الرزاق الشمري، لا اسمح لي، اسمح لي العراقيين. لا مو بهيك طريقه، ارجوك. اين كنتم؟ ارجوك، اين كانت ترجاك دكتور؟ هاي مو بهيك طريقه، اولا هاي كامرتك مو ليش كامرتك. تفضل استاذ محمد، مو بهيك طريقه، تفضل. أنا مع الاسف الصوت اللي جاي يجيني من استاذ عبد الرزاق ضعيف، ولا كان رديت عليه بما يستحق. أنا لست في معرض المساجلات والمهاترات، نحن أبناء الدماء. هذا الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية التي تعاديها أمريكا ويعاديها كل من هو يقع ضمن الخانة الأمريكية من غير الشرفاء، شرفاء العراق
يحترمون الحشد المقدس العراقي ويحترمون فصائل المقاومة، وكانت لهم تجربة واسعة. نعم غير الشرفاء الذين رحبوا بالأمريكان، لسنا نحن لا دكتور لا دكتور لا 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 غير أنتم الذين رحبتم بالأمريكان، وهو اليوم أترجاك أترجاك الزهور. ما في شيء، ما في شيء طريقة دكتور دكتور. لا لا دكتور، ما راح نقدر نستفيد، ما راح نقدر نستفيد، ما راح نقدر نستفيد والله. المشاهد ما راح يقدر يستفيد. لا لا دكتور دكتور لا 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 ما اسمح. نحن ابناء الحضارات الغربيه الذين قاومنا الامريكان وقتلنا بهم هذا الامام دكتور 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 عبد الرزاق. لا لا مو بهذه الطريقه ارجوك. نحن اترجاك 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 الشرفاء كانوا مع الحشد الشعبي ولك حق الرد. وكانوا مع الجيش العراقي وكانوا مع لا أترجاك. لا أترجاك. 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 نقول الشرفاء أترجاك. نحن لسنا شرفاء. أترجاك. أترجاك. لا لا أترجاك. الذي سلم لولا الأمريكان لما وصل السلطة ولما وجد الصحة العراقية الذين كانوا مشاريع للاستشهاد من أجل أن يحفظ العراق وتحفظ سيادة العراق ووحدة العراق وكرامة العراق الذي أراد لها داعش ومن دعم داعش ومن مهد ووطأ لداعش ومن اليوم يصبح بوق لكي يعود داعش مرة أخرى. لا هؤلاء لا الذين أترجاك هم لا أعداء لا العراق يحسنوا فيهم ليسوا طيب بمستوى أن يصبحوا لا 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 أترجاك أترجاك لا 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 والله العظيم ما اسمح بيجي. لا 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 هيك الحوار راح هيك ماكو هيك منطق بالحوار دكتور. خلينا نروح للاستاذ عامر الفايز النائب عن تحالف الفتح. استاذ عامر الفايز راح بيك معانا ببرنامج بوضوح. معقوله يسكت البرلمان الحكومه العراقيه صامته ازاء تدخل سافر بمطلب واشنطن حتى ان كان تسريب حتى لو كان جس نبض؟ ألا يستحق الحشد الشعبي بالتضحيات اللي قدمها بالدماء اللي قدمها بالشهداء اللي قدمها؟ ألا يعني ألا يستحق موقف من البرلمان اللي حتى ما يقدر يكمل نصابه؟ تفضل أستاذ عامر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بدءا أحييك وأحيي ضيفيك الكريمين. تحية لي جنابك. وأحيي قناة وأحيي مشاهدي قناتكم والعاملين فيها الكرام. في الحقيقة ما أذيع عن الأمريكان بأنه طلبوا من الحكومة بحل 67 فصيل من فصائل الحشد الشعبي، هؤلاء أولا السيد رئيس مجلس الوزراء كذب الخبر وقال لم يكن هكذا مطلب. ثانيا ترامب اليوم كذب الخبر أيضا وقال لم نطلب إحنا هكذا مطلب. ثالثا هذه المسألة عراقية بحتة، مسألة الحشد الشعبي اليوم أصبح مؤسسة رسمية. سيد عامر رسمية. سيد عامر ولو أقاطعك ولو أقاطعك معذرة بس خليني أوضح لك معلومة. أولا اليوم ترامب ما حكى بهذا الموضوع نهائيا. اثنين حتى البارحة بالمؤتمر الصحفي عندما رد الدكتور عادل عبد المهدي رد بس رده كان قابل للتأويل كون انه الموضوع عراقي، بما معنى انه ممكن ان نناقش هذا الموضوع عراقيا، يعني اكو هيك خبر بس خلونا نحله احنا وياكم داخليا، وكأنه هيك كان يفسره، خلى جوابه كان قابل للتأويل. لا لا لا، السيد عادل عبد المهدي بوضوح قالها، لم يطلب مني هكذا طلب، وان الحشد الشعبي شأن عراقي، وفعلا هو شأن عراقي. الحشد الشعبي اليوم مؤسسة رسمية تابعة للقائد العام القوات المسلحة، وهنالك هيئة رسمية شرعت بقانون من مجلس النواب ممثلي الشعب، ومجلس النواب كما يعلم الجميع يحوي في بطائنه كل المكونات السياسية والمكونات الدينية والعرقية. طيب. مجلس النواب ممثل للشعب وكلمته كلمة الشعب. في مجلس النواب الشيعي والسني والكردي والعربي والتركماني والأيزيدي والصابئي والكل موجود في مجلس النواب. زين. وصوت مجلس النواب على جعل هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية خاضعة إلى قيادة القوات المسلحة. فقائد العام القوات المسلحة
فلذلك لا يستطيع لا الأمريكان ولا غير الأمريكان أن يتدخلوا في هذا الشأن الداخلي المشرع بقانون من مجلس النواب وفي مؤسسة تعتبر إحدى المؤسسات الأمنية اليوم، لأنه عندما خضع إلى قيادة القائد العام للقوات المسلحة أصبح ضمن التشكيلات الأمنية الموجودة في البلاد. طيب، فلا يحق للأمريكان ولا لغير الأمريكان أن يقرروا مصير الحشد الشعبي. منطقي والله، منطقي واقعي. لكن أنا سألت سيد عامر، سألت عن الموقف الخجول، سمعت الأستاذ محمد محيي المتحدث باسم كتائب حزب الله شلون يتحدث بحرقة وبحصرة عن الدماء، عن الشهداء اللي قدمها الحشد الشعبي، ألا يستحق موقف موحد، جلسة طارئة على الأقل ترد على ترامب؟ أنت يعني بالسياسة الخارجية خصوصا استراتيجيات واشنطن بعيدة الأمد، ممكن أن يكون هذا بمثابة جس نبض إذا البرلمان ساكت وإذا الحكومة ما تريد، إيه ممكن أنه يحل الحشد الشعبي. لا لا، الحكومة ردت، أما البرلمان أيضا البرلمان لا يحتاج إلى جلسة طارئة، لأنه في العقاد جلسات مستمرة، جلسات اعتيادية. طيب، ويقول كلمته متى شاء. واليوم احنا ننتظر احنا، انا بصفتي عضو في لجنة العلاقات الخارجية، قررنا استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان لغرض الاستفسار منه عن امور كثيرة بما فيها هذا التصريح، يعني انتشار القوات الامريكية داخل العراق، هل هو مرخص بالاتفاق مع الحكومة العراقية ام هو عنوة دخلوا الى الارض العراقية؟ طيب، فاذا كان بموافقة الحكومة العراقية هل هنالك حاجة لهذا الدخول والانتشار أم ماذا؟ هذا كله المطلوب جواب من الحكومة. بالضبط. ثانيا، هذا التصريح القوات الأمريكية طبعا استنكرت كل الفصائل السياسية العاملة على الساحة العراقية، صار استنكار من كل الشيعية الجهات. الشيعية بس. البرلمان الشيعية بس يا عامر. نعم. الشيعية كان نعم. رد فعل شيعي من كتل سياسية شيعية وفصائل مسلحة شيعية بس الرد كان. لا لا، اليوم أستاذنا الكريم، اليوم عندما يصدر البناء عندما يصدر بيان في هذا الشأن، البناء ليس شيعي فقط، البناء فيه الشيعة وفيه السنة وفيه المسيح. طيب، أيضا الكلدانيون وغير الكلدانيين، يعني البناء يمثل جهة سياسية ولا يمثل جهة طائفية أو عرقية. طيب، كذلك الإصلاح استنكر، والإصلاح أيضا فيه شيعة وفيه سنة وفيه مسيح، يعني كل الفصائل العراقية اليوم، كل المكونات العراقية. ممتاز. إذن أكو إجماع سيد عامر، أكو إجماع على رفض مطلب واشنطن. خليك يا سيد عامر، خليني أرجع للسودير دكتور عبد الرزاق الشمار، اللي فت انتباه الحماسة اللي تتحدث بيها تحديدا أنه إحنا قاتلنا الأمريكان، تذكر صح أول من قاتل الأمريكان أنت، لكن هسه تتوسلون بالأمريكان حتى يرجعون المحافظاتكم وفرحانين بأي خطوة يقوم بها اللي كنتوا تسموه المحتل؟ أولا أخي الكريم، المقاومة شرف لا أدعي. نعم، المحافظات الغربية قاومت الأمريكان، وقدم الأمريكان خسائر أمام هذه المقاومة، لولا فضل ولولا هذه المقاومة لما خرج الأمريكان من العراق عام 2011. حرنا وياكم، هذا أولا، اسمع لي، حرنا وياكم والله، هذا أولا. لا، ولكننا الآن نؤيد هذا القرار لأننا نعتبر أمريكا هي المسؤول الأول عن كل ما جرى في العراق منذ عام 2003 وحتى هذه الساعة. فالواجب الشرعي والقانوني والأخلاقي يوجب على أمريكا أن تتلافى الأخطاء التي وقعت فيها، ومن أبرز هذه الأخطاء هي السماح لحكومة بغداد بتشكيل ما يسمى بالحشد الشعبي أو الميليشيات. لا لا، مو ما يسمى للنكرة، لا، الحشد الشعبي ما موجود، ما يسمى بالحشد الشعبي. لا، الحشد الشعبي ما الذي قدمه الحشد الشعبي؟ ما الذي قدمه؟ حرر المحافظات اللي انت ما تقدر توصل. أي تحرير المحافظات؟ أين الأنباء صلاح الدين ديالة نينوى؟ أين جثث داعش؟ أين شهداء؟ أين قتلى داعش؟ أين هم؟
هذه عملية مسرحية داعش أدخلتها إيران من خلال المالكي لاحتلال المحافظات الغربية من أجل أن تشكل هذه المؤسسة. اسمح لي وتكون لهم دالة علينا لأننا نحن الذين حررنا محافظاتكم، نحن الذين حينا أراضكم. أي أراض حموا؟ ما الذي حصل يا أراضنا حتى نحن هؤلاء؟ ما حد قال لك، لا لا ما حد قال، لا قالوها، قالوها هم. أنا مالي دخل، أي مالي دخل الآن. لكن مثلا هسه خلينا نتناقش بقضية عراقية، حل الحشد الشعبي. الحشد الشعبي من جاء؟ من أفغانستان، كلهم عراقيين صح؟ حتى حل قضية عراقية، ليش ما نقعد إذا تتفقون حل؟ ليش أفرح بالرأي الأمريكي اللي يفرض علي؟ فارض أمريكا إذا تفرض عليك حل الحشد الشعبي، يعني ليش فرحان بهذا؟ ليش ما اقعد ويا شركائي بالعملية السياسية؟ لماذا فرح الاخر ويشرع لقانونات؟ لماذا فرح الاخر ولا بسقوط بغداد؟ خلي جاوبوني، لماذا فرحوا بسقوط بغداد؟ ما سقطت بغداد. 2003 لم تسقط بغداد؟ لا، دخلوها الخونة. اذا بيد ما سقطت؟ سقطت بيد الخونه. ما الذي اسقطها؟ لا، دخلوها الخونه، ما سقطت بغداد. دخلوا خلف الدبابه الامريكيه. الخونه دخلوا، لولا امريكا لما استطاعوا هؤلاء الخونه دخول بغداد. لكن هو حتى هسه خلينا ناقش هسه الضيوف اثنين، بقول لك شان عراقي، هو شان عراقي. تعالوا وياي اقعد وخلينا نتناقش شان عراقي. تعال اقعد وياي وحل الحشد الشعبي. اسقاط النظام السابق شان العراقي ام لا؟ لماذا سمحوا للأمريكا إسقاط النظام السابق؟ أليس هو شأن العراقي؟ من طبوا المحافظاتكم، ما طقت طلقة عليهم. نعم، في الأنبار طلقة واحدة ما طقت على الأمريكان. الكل يعلم، الكل يعلم أنه إذا سقطت بغداد سقط العراق. متى دخل الأنبار؟ دخلوا بعد سقوط بغداد، بعد أن أسقطوا. أصلا هي ما بيها قتال، ما صار بيها قتال. لماذا إذا كان بغداد العاصمة سقطت بأيديهم، ما الذي تفعله الأنبار؟ دكتور، بس الآن الحشد الشعبي مدى يدفع ثمن صراع الحشد الشعبي؟ مو ضحية بهذا المطلب؟ مو أكو فصائل أنتو كنتوا تشيدون بيها صحيح؟ الفصائل التابعة للسيد السيستاني، كل الحشد الشعبي برأيك أنت مو زين؟ أخي الحشد الشعبي أول مؤسسة فرضت على العراقيين بالقوة، لأن جميع العراقيين رفضوا هذا. لا أتكلم عن جميع، أقول بأن مكوننا رفض هذه المؤسسة وفرض عليهم من خلال تمرير إقرار هذه المؤسسة في البرلمان عن طريق الأغلبية. ولذلك أنا قلتها ولا زلت أقولها، جميع القرارات منذ احتلال العراق وحتى هذه اللحظة تبرر بالتوافق، باستثناء الحشد الشعبي تم تمريره بالأغلبية لأنهم يعلمون أن الجهات الأخرى ترفضه رفضا قاطعا. طيب خلينا نروح الكتائب حزب الله للأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني مو حق الدكتور عبد الرزاق الشمري وحق واشنطن تكون قلقة؟ البارحة اللي قال أبو مهدي المهندس مقلق للشرق الأوسط مو بس للعراق ولا بس لواشنطن، قال أنه الحشد الشعبي الآن بدأ بتصنيع الصواريخ. ما أفهم يعني دور الحشد الشعبي دوره يصنع صواريخ؟ أنتوا فوق وزارة الدفاع، فوق وزارة الداخلية، فوق الحكومة، شنو الحشد الشعبي؟ نعم، بالتأكيد على واشنطن أن تقلق وعلى ضيفك أيضا أن يقلق. الحشد الشعبي اليوم مؤسسة امتلكت خبرة واسعة جدا واستطاعت أن تجهض أكبر مخطط لتدمير العراق وتفكيكه وتقسيمه وإعادة تشكيله وفق الرؤية الأمريكية والصهيونية، وحاولت كثير من الأطراف أن تكون جزءا من هذا المشروع ولكنها فشلت، وهي اليوم من تصرخ بأعلى صوتها لأنها فشلت ولأنها هزمت. الحشد الشعبي امتلك من الإمكانات والقدرات ما يستطيع فيه مواجهة ما هو أكبر حتى من داعش، ولذلك بات اليوم يشكل عقدة كبيرة بالنسبة لأمريكا، وتعمل بشكل حثيث على إزاحة هذا البعبع من أمامها في العراق لكي تستطيع أن تتمدد فيه وأن تعيد احتلال العراق مرة أخرى. طيب، ولذلك وضعت في أحد بنود تقرير ريان كروكر الذي كتب كمشروع لمستقبل العراق لما بعد داعش، كأهم نقطة هو إزاحة الحشد الشعبي وما تسميه أمريكا وأذناب أمريكا. أستاذ محمد، أستاذ محمد، أستاذ محمد، نعم،
استاذ محمد، الحشد الشعبي صمام امان، ليش تحولوه الى بعبع يخوف الكل؟ ليش اصنع صواريخ وهاي الصواريخ مداها ممكن يوصل للسعودية؟ ليش تريد تروحون تصيرون مثل الحرس الثور الإيراني ومثل الحوثيين؟ انتم مو تشرع لكم قانون؟ يعني هل صناعة الصواريخ جزء من عملكم يعني موافق للقانون والدستور العراقي؟ على أي أساس؟ طبعا بالتأكيد كل ما يصدر عن مؤسسة الحشد الشعبي هو رسمي ويدار من قبل الدولة العراقية، وكل ما يصنع من قبل الحشد الشعبي هو قوة للدولة العراقية وللجيش العراقي وللمؤسسة الأمنية. أحد ذرائع التواجد الأمريكي في العراق هو أن المؤسسة الأمنية العراقية غير قادرة على مواجهة التحديات، وربما هناك إمكانية لعودة داعش مرة أخرى. إذا ما امتلك العراق القوة والإمكانية في رد أي عدوان على العراق، هل يعتبر هذا مصدر قوة للعراق ومصدر قوة للشعب العراقي؟ لكن أستاذ محمد، عزيز أستاذ محمد، أستاذ محمد، ما هو دور الجيش العراقي؟ ما هو دور جهاز مكافحة الإرهاب؟ ما هو دور الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية، شرطة النجدة، المخابرات، الاستخبارات؟ أنتوا الآن جيش رديف، لا أنتوا أقوى من الجيش مثل ما قال السيد هادي العامري. مو منطقي هذا اللي دا يصير. ليش مو منطقي؟ يعني اليوم نحن إذا أبقينا فقط على الجيش العراقي ونترك مكافحة الإرهاب ونقول لماذا مكافحة الإرهاب؟ الجيش العراقي يكفي، ولماذا التدخل مثلا السريع، أو لماذا الجهة الأخرى؟ جميع هذه القوى هي مكملة واحدة إلى الأخرى. عندما بدأت معارك التحرير كانت جميع هذه القوى كل واحدة تكمل الأخرى في مشهد كبير، استطاعوا أن يقدموا ملحمة أسطورية أبهرت جميع العالم كيف يمكن للعراقيين بإمكاناتهم المحدودة أن يتخلصوا من داعش واحتلال نصف العراق، وكان هذا المعول عليه من مخططات للتقسيم وغيرها، وأن هذه الدولة باقية. الأمريكان كانوا يقولون 30 سنة لا تستطيعون أن تخرجوا داعش من العراق، واستطعنا أن نخرجها ب3 سنوات. هذه جميعها تمت بتضافر جهود أبناء العراق، وأكرر الشرفاء منهم. ولذلك أي جهة عراقية رسمية تمتلك القدرة والقوة هي قوة للعراق وعز للعراق، وتستطيع من خلال هذه القوة أن تفرض على أي جهة تسول لها نفسها أن تهدد أمن العراق أن تقف. هذا فيتو بوجه كل جهة، كل دولة، كل فصيل، كل مؤسسة، كل من يحاول أن أستاذ محمد، أستاذ محمد، أستاذ محمد عزيزي، أستاذ محمد عزيزي، ليش تريد تتحولون إلى حرس ثوري ثاني؟ أخي مو شغلكم اللي تفضلت بي، دوركم كان استثنائي بطولي، أكو تضحيات لكم، صولات وجولات، استعادت ومحافظات كثيرة، لكن ليش تريد تتحولون إلى حرس ثوري ثاني؟ ليش هاي المشاكل نجيبها للعراق وللعراقيين؟ ليش أصنع صواريخ؟ ليش أكون متأثر بالقرار الإيراني وزيارات القادة الإيرانيين؟ ليش كل هذا الدور؟ يعني أنا أستغرب حقيقة من طروحات تريد إضعاف العراق، وأستغرب كيف يمكن تمرير مطالب لجهات ودول بعيدة عن العراق تدعي أنها تحافظ على أمن العراق ولا يسمح لأبناء العراق أن يدافعوا عن بلدهم بالشكل الذي يرونه مناسبا. امتلاك القوة جزء من منظومة الدفاع عن العراق. العراق كاد أن يذهب بعصابات داعش التي كانت مدعومة من قبل أمريكا والسعودية وقطر والإمارات وكثير من الدول الأخرى وتركيا، ولولا الحشد الشعبي وقدرته على التمكن وامتلاك القوة وامتلاك الصواريخ وامتلاك قوة الردع لم استطاع أن يحرر العراق وأن يعيده مرة أخرى على السيادة. نحن نستغرب حقيقة كل الدول، كل الشعوب تتفاخر بقوتها، بجيشها، بإمكاناتها، بمن يقاوم للدفاع عنها. ما زالت الدول لحد الآن في أوروبا وفي حتى في أمريكا تتذكر كيف أن مقاومتها الشعبية استطاعت أن تهزم النازيين والفاشيين وغيرهم. طيب سيد محمد، التي هددت العالم. طيب لذلك نحن اليوم حقيقة نقول العراق، عز العراق بقوته وبإمكانياته، وهذه الإمكانيات للدفاع عن شعب العراق. علينا أن نفخر بما نقدمه نحن للعراق، بل وحتى ليس فقط للعراق وإنما لكل من يستحق أن ندافع عنه. طيب خلينا نروح للأستاذ عامر الفايز، النائب عن تحالف الفتح وعضو لجنة العلاقات الخارجية. سيد الفايز، خلينا نحكي دبلوماسياً.
هذا التسريب بحل 67 فصيلة من الحشد الشعبي طلع بعد مطالبات الفتح، كتلة الفتح، بتشريع قانون يخرج القوات الأمريكية من العراق. بربطي صحيح واقع ومنطقي لو لا إذا نحكي دبلوماسيا؟ أولا تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية وليس الأمريكية فقط من العراق، هذا مشروع مقترح مقدم في مجلس النواب قبل لا تطالب الولايات المتحدة بحل فصائل الحشد الشعبي، ولعل المطالبة بحل الفصائل هو رد فعل لفكرة تشريع هذا القانون. وهذا القانون لو نلاحظ من الناحية الدبلوماسية أساسا لا يوجد دولة في العالم تسمح لوجود قوات أجنبية على أرضها دون اتفاقيات ودون حاجة لذلك. اليوم العراق لن يحتاج أي قوة أجنبية، العراق في أوج المعركة مع أشرس عدو في العالم وليس في العراق، وهو العصابات الإرهابية من داعش ومسمياتها المتعددة. كان العراق يقاتل لوحده، ما احتاج إلا لوجست بالتسليح وبعض التدريبات، غير ذلك المقاتلين كل عراقيون، واستطعنا أن نحرر بلدنا من هؤلاء. اليوم العراق في وضع آمن وفي وضع نتجه نحو البناء والإعمار، فإذا لماذا تأتي القوات الأجنبية على أرضنا؟ لا داعي لذلك. هذا من نقطة. النقطة الثانية، الحشد الشعبي ما هو ضرره في العملية السياسية؟ كلنا لاحظنا أن الجيش الشعبي، العفو، الحشد الشعبي عندما دخل إلى مدن عراقية وقيل عنه أنه سيحتل هذه المدن وسيرهب أهلها وسيصادر أملاكهم وإلى آخره، بالنتيجة حرر الأراضي ودعا الأهالي العراقيين من أبنائه وأخوانه للعودة إلى ديارهم وإلى مساكنهم وإلى مصالحهم، بحيث بالوقت القريب، بالأمس القريب، عندما حاولت بوادر من خلايا نائمة من داعش أن تزعزع أمن الموصل الحدباء، طالب أهالي الموصل بعودة الحشد الشعبي. عندما طالب البعض بإخراج الحشد الشعبي من الموصل، لماذا لم يسمح لي بعودة طالب الآخرون بعودة الحشد الشعبي إلى الموصل؟ هذا يثبت على أن الحشد الشعبي هو صمت أمان للعراقيين. أين دور الجيش العراقي؟ لن يقوم بعمل عدواني بأي عمل عدواني. سيد عامر فإذا ما هو الخطورة في المسألة لكي نطالب سيد عامر سيد عامر الفايز سمعت سؤال الدكتور عبد الرزاق الشمري، قال لك بالصورة الإيجابية اللي تتحدث عنها عن الحشد الشعبي، الحشد الشعبي ليش ما سمح مثلا لنازحي جرف الصخر، لأهالي جرف الصخر، من العودة لمنازلهم؟ هاي صار 4 سنوات جاي طالب. الحشد الشعبي هو ما يطالب، مو الحشد الشعبي طالب، الحشد الشعبي مو هو اللي طالب أستاذ، الحشد الشعبي هو يطالب. أداة تنفيذية. هو لم يسمح ولم يطالب، هو يمنع أهل جرف الصخر من العودة إليها. لماذا لم يسمع لهم؟ ما هي صفته القانونية؟ هو مؤسسة عسكرية مهمتها عسكرية وليست مهمتها مدنية. تفضل سيد عامر. أستاذ عبد الرزاق. أي تفضل. أستاذ عبد الرزاق، أرجو أنه لا تنفعل أن أتكلم بهدوء عبر الشاشة، ولكي تصل الأفكار كاملة إلى المشاهد. بالضبط. ما يشوش على المشاهد. نتكلم بهدوء. تفضل سيد الفايز. تفضل. الحشد الشعبي. لن يطالب بعودة ولن يعترض على عودة، بالعكس يسهل أمور العودة. هاي المسألة متروك قرارها إلى السياسيين وإلى الحكومة والقوات الأمنية، تقدر في حالة إذا كان المواطن آمن ويستطيع العودة إلى مكانه، الحشد الشعبي يوفر حماية لهؤلاء النازحين بالعودة ويهيئ الأجواء
وقام بأعمال إنسانية خارج واجبه، بس أعمال إنسانية. فاللي طالب بالعودة هم الطبقة السياسية والحكومة والبرلمان، هؤلاء هم المسؤولون عن المطالبة بعودة، والمطالبة قائمة غير متوقفة. لكن ربما هنالك أسباب أمنية أو أسباب ضعف خدمات. لما كان أنا أطلب المواطن يعود إلى مكانه طيب، وأنا ما مهيئ للخدمات المطلوبة، ظلم على المواطن هذا. طيب سيد الفايز، سمعت رأي واشنطن بخصوص إخراج القوات الأمريكية من العراق حضرة بغداد؟ طبعا هو بذات إطار موضوعنا وبصلب موضوعنا لهذا اليوم، حضرة بغداد من المساس أو من أي تشريع يمس بقاء القوات الأمريكية بالعراق، وكأنه خلص الموضوع منتهي. هناك أمم متحدة وهناك قوانين دولية. صحيح العراق اليوم غير قادر على مواجهة أمريكا عسكريا، ولا يريد أن يواجه لا أمريكا ولا غير أمريكا. نحن اليوم في العراق نريد مغادرة هذه الصفحة، صفحة المعارك والحروب وجر الوبال إلى شعبنا. نحن اليوم دائما نعتمد الأساليب الدبلوماسية، نخاطب من هناك أمم متحدة أفضل. سلامات. هنالك مجلس أمن، هنالك مفاوضات مباشرة بيننا وبين الأمريكان، نستطيع أن نجلس على مائدة الحوار ونتحاور معهم مع غيرهم، وعداء ذلك إن لم نصل معهم إلى نتيجة كما قلت لك هنالك أمم متحدة طيب. إلى آخره. نحن لا نريد أن ندخل بمواجهة عسكرية لا مع أمريكا ولا مع غير أمريكا. وبنفس الوقت الدستور العراقي لا يسمح لأي قوات أن تجعل من أرض العراق منطلقا لمهاجمة دول أخرى في المنطقة أو غير المنطقة طيب. أو زعزعة الأمن طيب. ولذلك طلبنا من الأمريكان أن لا يتخذوا من العراق ساحة لتصفية حساباتهم مع إيران. إيران موجودة وهم موجودون، وبالإمكان هم بيناتهم يتنازعون، لكن ليس على أرض العراق الجريح. العراق لحد الآن لم هذا أنت جايبه هاي النار لحد الآن. سيد الفايز، هاي النار إحنا جايبها لنفسنا، بأنه أنت عندك مثلا حشد شعبي ولاء أو متهم أن يكون ولاء لإيران، هاي النار أنت جايبها بأرضك. من الذي يثبت أن ولاء الحشد الشعبي لإيران؟ كيف اثبت؟ سؤال ممتاز. الحشد الشعبي قاتل. سؤال ممتاز، خلي جاوب عليه الدكتور عبد الرزاق الشمري. من اللي يثبت ولاء الحشد الشعبي الايراني؟ كل الحشد الشعبي داخل العراق وكلهم عراقيين. تفضل. حقا لا نجيب على هذا السؤال، اسمح لي بس. لا بس جاوبني على هذا السؤال بدقائق بس، وتجاوب على هذا السؤال. اجاوب. نعم تفضل. نعم، السيد النائب يقول أقام الحشد الشعبي أعمال إنسانية. نعم صحيح فعلا، اختطف 4000 أنباري لا زال محتجزين منذ 4 سنوات. هذا عمل إنساني. اختطف 650 من أبناء الصقلاوية، هذا هو العمل الإنساني. سرق مصفى بيجي، هذا هو العمل الإنساني الذي قدمه الحشد الشعبي. يا أخي لماذا كل هذه الضجة على انتشار القوات الأمريكية؟ ناس ضحت. ناس ضحت. الحشد الشعبي دكتور ضحى. أخي بوقت الكل تنحت عن المحافظات، ومن ضمنها محافظتك الحشد الشعبي دخل وحررها. أنا وشيخ علي حاتم خرجنا في الشهر السابع من عام 2014 وقلنا نحن أبناء الأنبار، لدينا تجربة سابقة في إخراج القاعدة من العراق. من الذي أخرج حرر العراق من القاعدة؟ ما رحت أبناء الأنبار. ما رحت. قلنا لدينا خبرة في إخراج تحرير العراق من القاعدة، سلحونا بمستوى تسليح داعش ونحن مستعدين، مستوى تسليح الميليشيات ونحن مستعدين لإخراج داعش. لكن حكومة بغداد ليست لديها ثقة بأبناء هذه المحافظات. يا أخي أول عمل قام به هؤلاء قد اتهمونا بالإرهاب وجردونا من كل قطع السلاح بتهمة الإرهاب واستعان بنا على الأمريكان، واليوم شلون يقولون تريد ولا الأمريكان. شلون تريد؟ شلون تريد؟ اسمح لي شلون تريد بغداد تثق بيك أو بالشيخ علي حاتم سليمان وانت اللي رفعتوا شعار قادمون يا بغداد؟
أولا لسنا نحن الذين رفعنا شعار قادمون إلى بغداد، نحن رفعنا شعار صلاة الجمعة في بغداد. صلي بالأنبار يا شيخ، الله يخليك، صلي ببغداد وفضل. يعني اقبل يا أخي محمد. لا لا تصلي، لا تصلي ببغداد يا أخي. مستجابة مستحبة شلون؟ من مانع من أذهب؟ شو الفرق بين زيارة صلاة الجمعة في أبو حنيفة وبين زيارة سيدنا الحسين في كربلاء أو زيارة سيدنا علي في النجف؟ ليش ما تروح لكربلاء والنجف؟ ليش ما تروح؟ نعم ليش ما تروح لكربلاء والنجف؟ ما أروح، ليش ما أروح؟ أنا في أحد السنوات ذهبت إلى النجف للمشاركة في عيد ميلاد سيدنا علي. لماذا؟ لماذا؟ شو وقتها يا سنة؟ والله في 1983. 83 شيخ. كنت إمام خطيب جامعة. 83 شيخ، أنا أحكي على بعد التغيير بعد 2003. أخي اسمح لي، ما هو الفرق بين زيارة النجف أو زيارة الإمام أبو حنيفة؟ ما هو الفرق؟ لماذا الدولة لا تستنفر الدولة في زيارة الأربعين أو زيارة الأيام تحكي بعقيدة؟ جاوبني على سؤالي. منعنا من زيارة صلاة الجمعة في أبو حنيفة، ما هو الفرق بينها؟ منو منعك شيخ؟ الذين رفعوا شعار قادمون إلى بغداد لسنا نحن، وإنما الكل يعرف من هم النقشبندية وربما يكون تابعين النظام السابق، أما نحن أصحاب القيادات الساعات لم نرفع هذا الشعار. جاوبني على سؤالي وإثبت لي. سيد عامر الفايز سألك، اثبت لي شلون انه ولاء الحشد الشعبي لإيران وكلهم عراقيين وكلهم دافعوا عن محافظات عراقية؟ الدليل ان امريكا الان لماذا تريد تحل هذا الحشد؟ بتخاف من عده، قلق من عده. لانها الان هي امريكا في الان هي في معركة قادمة مع ايران، وتعرف ان وجود هذا الحشد سيؤثر على هذه المعركة، لان ستكون العراق ربما يكون هو ساعة المعركة. ربما سيكون هو ساعة المعركة وتريد ان تنظف العراق من هؤلاء، لان هؤلاء كلهم ولاءهم لايران. هذا اولا. ثانيا اخي الكريم، هذا مو دليل. الجميع هذا مو دليل. والله مو دليل. ثانيا مو دليل. مو دليل. مو دليل. قال لك السيد الفايز مو دليل. كيف لا يكون دليل؟ لماذا امريكا في هذا التوقيت قامت بحل الحشد الشعبي؟ بحل هذه الفصائل، لا اقول الحشد الشعبي، هذه الفصائل الارهابية. لماذا؟ إرهابية؟ نعم إرهابية. حشد الشعبي إرهابي؟ أرهبونا في بيوتنا، أرهبونا في ديارنا، انتهكوا بيادنا، انتهكوا بدننا، سرقوا أموالنا. الحشد الشعبي الكل يعلم ما هي الغنائم، غنائم بدنا يسرقوها بحجة الغنائم. ما الذي فعله الحشد الشعبي في محافظاتنا؟ أخي الحشد الشعبي إيران أدخلت داعش لكي تسلم محافظاتنا للحشد الشعبي، هم احتلوا محافظاتنا بحجة تحرير داعش. الجرائم التي ارتكبها الحشد الشعبي لا تختلف عن جرائم داعش. طيب اروح لحزب الله، اروح للاستاذ محمد محيي. استاذ محمد، الدليل، دليل الدكتور عبد الرزاق الشمري انه الحشد الشعبي متاثر بايران او ولاء لايران، انه المعركه المقبله ستكون مع ايران على الاراضي العراقيه، فبالتالي لابد من انهاء دور الحشد الشعبي. اسمح لي، لماذا رفع الحشد الشعبي في معركه الفلوجه على كتبها صواريخ النمر؟ لماذا؟ طيب ما العلاقه بين الفلوجه والنمر؟ الشيخ البحريني تفضل. ايه نعم السعودي تفضل. السعودي عفوا. ايه استاذ محمد، وصلك السؤال؟ سمعته؟ نعم نعم تفضل. يعني هناك ملاحظه ينبغي ان يعرفها الجمهور الكريم، جمهور هذه الفضائيه المحترمه، أننا في تجربة الحشد الشعبي تواصلنا مع أبنائنا في جميع أنحاء العراق، وكان هناك من يمثل أبناء السنة وعشائرها الشرفاء وتعاونوا معنا، وكنا في خندق واحد واستطعنا أن نقدم ما نقدم في من أجل تحرير هذه المدن وعودة أهلها مكرمين معززين، ولازلنا على علاقة وطيدة مع معظم أبناء المناطق الغربية في الأنبار العزيزة، في صلاح الدين، في الموصل، في كركوك، في جميع هذه المناطق، وما زلنا على بنفس الجبهة وبنفس الخندق من أجل الحفاظ على أمن العراق ووحدته وسيادته، ولم نسمع من أي شخص في أي جهة عشائرية رسمية دينية أي مثلبة على أبناء الحشد الشعبي. طيب. ولهذا أنا أقول حقيقة أن من يمثل أبناء العراق في هذه المناطق هم الذين نتعامل معهم نحن، وليس هؤلاء. أستاذ محمد، أستاذ محمد، مو هي مشكلتي. لا 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 رجاء لا لا هم الذين دكتور أنا دكتور عبد الرزاق الشمري اليوم أخذت كل الحلقة أقطع هذا النزاع وبعدين تعاتبني وتقول لي ما أعطيتني وقت. حول هذا البرنامج محمد. أستاذ محمد سؤال، أستاذ محمد إذا سمحت لي، إذا سمحت لي يحضر فيها هذا الشخص. أستاذ محمد، أستاذ محمد إذا سمحت لي، سؤال الدكتور عبد الرزاق الشمري واضح، تريد الدليل؟ الدليل
أنه الحشد الشعبي متهم أو قريب من إيران وواشنطن ستبدأ بالحرب على إيران بحل فصائل الحشد الشعبي. واضح. أمريكا تعرف من هو عدوها. أمريكا تعادي محور المقاومة والمنطقة بأكملها. أمريكا لديها مخططات لتقسيم العراق وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط خدمة للكيان الإسرائيلي وتمكينا له. أمريكا تعمل على إبادة كل من يقف في وجه مخططاتها، ولكنها فشلت عندما احتلت العراق. نحن من أخرجنا الأمريكان من العراق، وعندما بدأت صفحة داعش نحن من وقف أبناء العراق الشرفاء. نحن أبناء العراق الشرفاء من أخرج معركة النجف. نحن أهل الفلوجة. معركة النجف. جيش المهدي أخرج داعش من العراق وأفشل وأسقط ما راهن عليه هؤلاء الإمعات الذين وقفوا في الحق والمهانة، يحرضون الناس وورطوا أبناء المناطق السنية مع الأسف الشديد في ورطة كبيرة، وهم اليوم يعترفون بأن أن هؤلاء هم الذين جلبوا داعش إلى العراق وكانوا جزءا من هذا المخطط الجهنمي الذي أراد تمزيق العراق. اليوم نحن بحمد الله في وطن موحد، في وطن عزيز، في وطن قوي. تريد أمريكا مرة أخرى؟ لا لا، مو أنت، مو أنت، مو أنت، مو أنت. نفس الوقت الذي وصل العراق إلى مرحلة الوحدة وإلى مرحلة العزة، تأتي أمريكا مرة أخرى لتعيد الكرة. طيب، نحن نقول الحشد الشعبي، فصائل المقاومة، فصائل عراقية شعبية تستمد وجودها وشرعيتها من أبناء الشعب العراقي. إذا ما دعمتنا إيران نحن جزء من أبناء المنطقة وإيران. طيب أستاذ محمد، أستاذ محمد لو سمحت لي، جانبه في المحنة. أستاذ محمد لو سمحت لي، ولم يقف إلى جانب العراق. ممتاز. أي دولة من الدول التي يدعي هذا الدعي أنها طيب من الدول العربية؟ محمد، أستاذ محمد، لا 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 لا، بس بسأل جميل هذه القوى وقفت إلى جانب داعش. لا 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 أنت الدعي. لا 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 تتجاوز. دكتور، تتجاوز. دكتور بدون تجاوز ده. لا ما اسمح. لا 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 أين أنت؟ أين تقف؟ أنت طيب. أين تقف؟ سيد محمد، سيد محمد، أنا مستعد. محمد، أنا بكل صراحة دكتور عبد الرزاق الشمري، هاي مو طريقة للحوار، هاي مو طريقة، ما أقدر أدير حوار هيجي، هاي معركة. مستعد أتعاون مع الشيطان. أنت عراقي وغير عراقي، أنا أسأل هذا السؤال. أنت عراقي، أستاذ محمد، عراقي لو أمريكي. أستاذ محمد، أستاذ محمد، خليني أنا أسألك أستاذ محمد، يعني شفت القائمة أنت جنابك 67 فصيل، يعني منطقي واقعي انه هو يكون مثلا تقرير مخابراتي، لان جاب التفصيل بالاسماء حتى بالمراجع. لكن انا اللي ألمني يا استاذ محمد انه 60 فصيل مرجعيته السيد الخامنئي، وست فصائل مرجعهن السيد السيستاني، وهذا الدليل على ولاء الدكتور عبد الرزاق الشمري، وحق امريكا انه تكون قلقه من الحشد الشعبي. تفضل. اولا هذا ما سرب من تقرير هو عباره عن بالون اختبار، وهذا واضح طبعا. امريكا لا تنظر الى الحشد الشعبي انه حشدا ايرانيا او حشدا للسيد الخامنائي، بل بالعكس، هذا يعني ان الذي وقف الى جانب العراق هو ايران، هو السيد الخامنائي. هؤلاء هم الذين دعموا ابناء العراق وشكلوا هذه القوه من اجل ان ترد كيد الاعداء عن العراق. هؤلاء الذين استطاعوا ان يحفظوا اربيل ويحفظوا المناطق الغربيه ويحفظوا بغداد من السقوط، هؤلاء الذين قدموا شهداء، الايرانيين قدموا شهداء، وهذا الرجل يجلس خارج العراق ينتظر الامريكي يدخل للعراق لاحتلاله من جديد. انا مستعد اتعاون مع الشيطان. بالمناسبه هذه القوائم اولا قوائم قديمه، وقوائم اليوم جميعها في الحشد الشعبي، وقوائم عراقيه. اما موضوع المرجعيات، فالمرجعيات مسألة عقائدية لا علاقة لها بالتبعية. هذه مسألة عقائدية. طيب، مسألة. خليني أروح سيد محمد أو الشخص أو الإنسان. سيد محمد، وقت ما عندي والله، معذرة لمقاطعتك، خلي الختام يكون مع السيد الفايز. سيد عامر، خلينا نبقى نحكي دبلوماسيا. هل الدبلوماسية العراقية قادرة على فرض سياسة النائب النفس، كون المعركة المقبلة أمريكية إيرانية على الأراضي العراقية؟ نعم، الدبلوماسية العراقية نجحت خصوصا في الفترة الأخيرة، كما ترى
اليوم العراق أصبح قبلة كبار السياسيين والوفود متتالية على القدوم إلى العراق وحريصة على الحفاظ على سلامتك على مصلحة يعني على إقامة علاقات طيبة مع العراق. هذا ما يمكنه أن يستعين بكل أصدقائه في سبيل أن يبقى في منأى عن هذه المعركة. أما إذا يسمح لي الأستاذ عبد الرزاق بالقول أن طلب أمريكا بحل الحشد الشعبي دليل ارتباطه بإيران، فأنا أقول لأخي الأخ عبد الرزاق هذا ليس بالدليل، إنما أمريكا كل الناس تعرف وكل العالم وحتى بعض الساسة الأمريكان اعترفوا بأن داعش هي صنيعة أمريكية، ومن كسر شوكة داعش في العراق وفي المنطقة هو الحشد الشعبي. طيب. سواء في العراق او حتى في سوريا عندما ذهب القتال فعلا. فلذلك دكتور اليوم اذا لا دكتور فعلا هو كسر الحشد الشعبي لكن للضيوف حق وقت مثل ما لجنابك حق وقت ارتباطه في ايران. طيب. اما المرجعيات الدينيه فليس هناك سيد الفايز ما سألتك عن المرجعيات الدينية. سألتك عن الدبلوماسية العراقية كونك عضو لجنة علاقات خارجية. سألتك عن الدبلوماسية العراقية، احنا قادرين على فرض سياسة النائب النفس كون المعركة المقبلة أمريكية إيرانية على الأراضي العراقية. إن شاء الله قادرين. قادرين إن شاء الله. إن شاء الله قادرين. قلت لك بالبداية قلت لك إن شاء الله قادرين بحكم علاقتنا الطيبة مع كثير من الدول وعكس يعني دبلوماسيتنا ناجحة في عكس صورة إلى كل المتصارعين في المنطقة على أن العراق جريح ولا يستطيع أن يتعسكر مع أي من الأطراف ويبقى في منأى عن هذه الأمور وربما يشكل حلقة الوصل وحلقة التفاهم وتقريب وجهات النظر في المنطقة بين القوى المتصارعة. يلا إن شاء الله. أنا أشكرك النائب عامر الفايز عن تحالف الفتح عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان. شكرا سيد الفايز. أيضا مشاهدينا الشكر موصول إلى الأستاذ محمد محيي المتحدث باسم كتائب حزب الله. شكرا أستاذ محمد. أيضا مشاهدينا الشكر موصول للدكتور عبد الرزاق الشمر الأمين العام لتجمع القوى العراقية للإنقاذ. شكرا دكتور. شكرا لضيوف الكرام وشكرا لكم مشاهدينا. أشوفكم باكر إن شاء الله.